هذا الملف الليبي اليوم تطورا نوعيا بسبب إعلان الجيش الوطني الليبي عن استهداف دورية عسكرية كانت تحمل عدد من المرتزقة التابعين لتركيا في محاولات منهم للسيطرة على مدينة سرت الاستراتيجية، وتعد بوابة رئيسية للدخول لمنطقة الهلال النفطي. أيضا أورد مصدر عسكري ليبي أن النظام التركي ما زال يدفع المرتزقة والمسلحين نحو مدينة سرت في إطار مخططهم للسيطرة على منطقة الهلال النفطي التي يتولى الجيش الوطني الليبي تأمينها. للمزيد أكثر وللوقوف أكثر على تفاصيل خاصة بالشأن الليبي بنضم إلينا عبر الفيديو الأستاذ الصحفي أحمد جمعة المتخصص في الشأن الليبي بجريدة اليوم السابعة. أستاذ أحمد مساء الخير. مساء الخير يا أستاذ رغدة، على حضرتك وعلى كل مشاهدي اليوم السابع. حضرتك ممكن تطلعنا أكثر عن آخر التطورات الحصل على الأرض في ليبيا في ظل الضربات يمكن الناجحة من الجيش الوطني ضد الميليشيات؟ نعم، يعني التطورات الميدانية في ليبيا هي تطورات متسارعة في ظل محاولات الميليشيات المسلحة والمرتزقة السوريين المدعومين من تركيا، محاولتهم الحثيثة للسيطرة على مدينة سرت. مدينة سرت هي مدينة استراتيجية تقع في الوسط الليبي، ومن يسيطر على هذه المدينة بإمكانه التقدم والسيطرة على منطقة الهلال النفطي. منطقة الهلال النفطي عشان المشاهدين اللي ما يعرفش هي منطقة يعني الأكثر إنتاجا للنفط والغاز الليبي في جموع ليبيا، ومن يسيطر عليها يسيطر على السواد الأعظم من واردات ليبيا النفطية سواء من النفط أو الغاز. وتسعى تركيا عبر مرتزقتها وميليشياتها المسلحة السيطرة على منطقة الهلال النفطي، وعملت على تشكيل غرفة عمليات عسكرية في مدينة مسراتة، وهي مدينة تقع في الغرب الليبي، وغالبية سكان هذه المدينة ينتمون إلى التيارات الإسلامية المتشددة منها جماعة الإخوان الليبية والجماعة الليبية المقاتلة. سلاح الجو الليبي شن عدد من الغارات الجوية استهدفت عدة أرطل عسكرية كذا، يعني هناك كان اليوم رتل عسكري حاول التقدم نحو مدينة سرت تم استهدافه. منذ يومين سقط ما يقرب من 80 قتيلا في صفوف الميليشيات والمرتزقة في غارات جوية نفذها سلاح الجو الليبي لمنع هذه العناصر من التقدم نحو مدينة سرت. الواقع يبدو الآن أن هناك محاولات من الأطراف الدولية لخلق نوع من التوازن في الجغرافيا ما بين قوات الجيش الوطني الليبي وميليشيات حكومة الوفاق، كي لا يكون لأي طرف من الأطراف الغلبة على طاولة المفاوضات وتنجح المفاوضات في تفعيل الحل السياسي. النهارده كمان اكيد حضرتك سمعت موقع تويتر اعلن عن فضيحه جديده انه اكتشف الاف الحسابات المزيفه وبتدعم رجب طيب اردوغان، ويمكن هي حسابات مستحدثه، يعني يمكن اولها كان لسه منشاه في 2020، طبعا بتدعم رجب طيب اردوغان وبتبقى ضد اي حد ضده. هل بتعتقد انه هذه الفضيحه هتحمل الاتراك مزيد من الخسائر على الارض؟ يعني تركيا عملت منذ عام 2011 على اللعب بوتر السلاح الإعلامي والحرب النفسية الموجهة عبر تدوينات على تويتر من خلال تدعيم أو دعم بعض الهاشتاجات التي تخرج وتنتشر بشكل كبير لتشكل ما يسمى بالترند، كي تؤثر على صانع القرار أو على المؤسسات الوطنية وخاصة الجيوش العربية. كثفت تركيا بشكل كبير من تمويلها لهذه المنصات. عملية الترويج للأفكار التركية نحن رصدناها في اليوم السابع، قسم الشؤون الخارجية رصدنا آلاف الحسابات التركية المنشأة منذ يناير الماضي وحتى يونيو الجاري. هذه الحسابات ذهبت على نشر معلومات عن الوضع الليبي، هي معلومات مضللة، لكن هذه المعلومات تشير إلى أن من يسرب هذه المعلومات هو طرف استخباراتي، ونعتقد أن الاستخبارات التركية هي من تقوم بذلك، تقوم بضخ عدد ضخم جدا من الأخبار والمعلومات المضللة. تقوم وسائل الإعلام التابعة لتركيا الممولة من تركيا مثل قناة ليبيا لكل الأحرار، مثل قناة النبأ، وهي قنوات مؤدلجة
تعمل على نشر التشدد والتحريض والفوضى، تتلقف هذه التدوينات وتقوم بشرعنتها وبثها عبر هذه الشاشات. رصدنا عدد كبير من الحسابات، وندعو مشاهدي اليوم السابع لمتابعة التقرير الذي سينشر بعد قليل عن تفاصيل هذه الحسابات وأين أنشئت ولماذا وما هي المعلومات التي كانت تنشرها، فضلا عن أن أردوغان أيضا عمل على تأسيس عدد من الحسابات في عدد من الدول في سوريا وفي العراق وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة. كل هذه الحسابات هدفها بالأساس خدمة الأجندة التركية والعمل على الترويج لها. وقد لاحظنا أن عدد من الحسابات في ليبيا تقوم بالترويج للتاريخ العثماني في ليبيا، وأن هذا التاريخ مرتبط بليبيا بشكل وثيق، وهو ما يؤكد أن تركيا تلجأ إلى الحروب النفسية والإعلامية عبر وسائل التواصل الاجتماعي. ما قام به موقع التدوينات المصغرة تويتر هو يعني جزء بسيط مما تقوم به تركيا، وأعتقد أن هناك آلاف الحسابات التي تديرها الاستخبارات التركية لنشر الفكر والرؤية التي تتبناها تركيا في ليبيا بشكل خاص وفي المنطقة العربية بشكل عام. بالتأكيد. ده خليني أسأل حضرتك، هل عندك معلومة الحكومة التركية مثلا أو أي حد من ممثليها ردوا على تصريح تويتر ده، لأنه فضيحة عالمية كل الناس سمعت عنها؟ حتى الآن الحكومة التركية تلتزم الصمت، وفي يعني كثير من الأحيان هي تلتزم الصمت لأنها متورطة فعليا في هذا الأمر، مثلها مثل الحكومة القطرية التي تلجأ أيضا إلى الحروب الإلكترونية، تلجأ إلى الحملات المدفوعة عبر حسابات مزيفة عبر تويتر لخلق ما يسمى كما قلنا الترند، ويظنون أن هذا الترند يمكن أن يحرك الشعوب أو يؤدي إلى زعزعة أمن واستقرار دول المؤسسات. دولة المؤسسات لا تتأثر بأي ترندات، لا تتأثر بأي هاشتاجات تخرج عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لأن هذه الدول لديها تقديرات دقيقة للغاية ومعلومات دقيقة للغاية، وتتحرك وفق خطة واحتمالات مستقبلية توضع من قبل، ولا تؤثر هذه الحسابات. لكن في ليبيا للأسف بسبب ضعف وسائل الإعلام في ليبيا وعدم وجود إعلام يفند الادعاءات التركية، يكون للحسابات التركية والإعلام المدعوم من تركيا الغلبة والتأثير في الشارع الليبي. بعد إطلاق إعلام الإخوان المتطرف مبادرة سموها تراجع أمريكي وعن دعم المبادرة، حضرتك شايفها إزاي؟ يعني هل بتشوفها تشويش على الدعم الدولي للمبادرة والتشكيك فيها؟ المبادرة المصرية هي مبادرة شاملة وجامعة، واتفقت عليها كافة الأطراف الإقليمية والدولية، الأمم المتحدة، الاتحاد الإفريقي، الدول العظمى، الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا الاتحادية. الولايات المتحدة الأمريكية على لسان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد دعمه للمبادرة المصرية ولوقف إطلاق النار، وأيضا أثنى على جهود مصر في عملية تفعيل الحل السياسي. وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أيضا أكد في مؤتمر صحفي دعمه للمبادرة المصرية وتأييده لها. المحاولة التي تقوم بها وسائل الإعلام التي تمولها تركيا هي محاولة التشويش على المبادرة المصرية وإضعافها من أجل الترويج لأي أفكار أخرى. بالمناسبة مسار برلين مرتبط بإعلان القاهرة، وهو ما أكدته القاهرة أن المبادرة الليبية التي رعتها الدولة المصرية والتي أعلن عنها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في مؤتمر صحفي مع رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عجلة صالح وقائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر بحضور 22 سفير أجنبي من الدول المعنية بالملف الليبي، هو يؤكد أن هذه المبادرة مبادرة ناجعة وهي المبادرة الأفضل حتى الآن، فضلا عن أن الشعب الليبي يرفض التدخلات الدولية الطامعة في الشأن الداخلي الليبي بعكس مصر. مصر دولة جوار مع ليبيا ويهمها بالأساس أمن واستقرار الدولة الليبية. مصر تريد لليبيا أمن واستقرار من دون التدخل، لأن ليبيا هي عمق استراتيجي للدولة المصرية. حتى الآن المبادرة المصرية تحظى بدعم كبير، حتى هذه اللحظة تصدر بيانات عن مؤسسات دولية وإقليمية وعدد من الدول تؤكد دعمها لهذه المبادرة، وأعتقد أن هذه المبادرة هي المبادرة الوحيدة التي يمكن الاستناد عليها في
في هذا التوقيت وفقا للإحداثيات التي جرت والتطورات العسكرية. مسار برلين أصبح مسار يعني يواكب الماضي لا يواكب الحاضر. لماذا؟ لأن قوات الجيش الوطني الليبي الآن قامت بإعادة تموضع للقوات العسكرية إلى سرت وإلى الجفرة، لم تعد في محاور طرابلس. إذن مبادرة القاهرة أو إعلان القاهرة هو الذي يمكن الاعتماد عليه بشكل كبير، لأنه يتعاطى مع كافة التطورات الميدانية والعسكرية والسياسية التي تشهدها ليبيا. السفير الألماني لدى طرابلس كثف من اتصالاته مؤخرا مع رئيس مجلس النواب الليبي ومع المشير خليفة حفتر ومع رئيس حكومة الوفاق فائز السراج. وبالمناسبة ألمانيا نفسها أكدت دعمها للمبادرة المصرية. إذن هذه المبادرة يمكن الاستناد عليها، ونتمنى أن يتم تفعيل الحوار السياسي قريبا ما بين الأطراف الليبية بعد تفعيل اجتماعات اللجنة العسكرية بصيغة 5+5 منذ يومين. ونتمنى كل الخير للشعب الليبي، وأن يعم الأمن والاستقرار على ليبيا، وأن ينجح الجيش الوطني الليبي في عملياته العسكرية للقضاء على الإرهاب والميليشيات المسلحة وإخراج المرتزقة الأجانب الذين جلبتهم تركيا منذ نوفمبر الماضي وحتى الآن. يعني يمكن اعتدنا ان احنا نكشف ملفات كلها فضايح لتركيا، واعتدنا ان احنا ننشر حاجات زي كده. انا بشكرك شكرا جزيلا، واكيد هيبقى في نقاشات مفتوحه بيننا وبين حضرتك بخصوص مستجدات الشان والملف الليبي. استاذ احمد جمعه الصحفي والمتخصص في الشان الليبي في جريدة اليوم السابع، شكرا لحضرتك، شكرا جزيلا، وبالتاكيد شكرا لمتابعه حضراتكم. انتظرونا في لايف مستجد عن مواضيع مختلفه على صفحه اليوم السابع. شكرا لكم وشكرا للمتابعه.